كوكو البنات، مرحبا بكم مره اخرى في بيوتي اند ميك اب. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا حل من حلول ديال المشاكل اللي كنلقاوها في المكياج. اليوم غادي نشوفوا كيفيه تكبير الفم وابراز الشفان. سلام البنات. سلام سعيدة. سلام رهانة. لاباس؟ اليوم غادي نشوفوا طريقه كيفاش نقدروا نكبروا الشفتين ديالنا. اول حاجه كنبداو كناخذوا الفون دو تان ديالنا، كنابليكيو على الفم ديالنا كامل. كنحاولوا نغطيو كاع داك هاد الدوره ديال الفم ديالنا، كنحاولوا نغطيوها. من بعد كناخذوا واحد البانسو يكون رقيق بزاف هذا، وغادي ناخذوا لا كولور اللي غادي نبغاو نخدموا بها. دونك انا اختاريت لو موف. كناخذوا شويه في البانسو ديالنا وكنبداو كنحددوا الدوره ديال الفم. الدورة الطبيعية نورمالمون كتبدا من هنا، حنا كنطلعو واحد شوية الفوق وكنبداو نرسموها. كنساليو الرسم ديال الدوره ديال الفم، من بعد كنديروا الكلوس عادي لداخل. ضروري يكون عندنا بانسو، ضروري باش نرسمو من الفوق باش كتجي الرسمه مقاده. من بعد كنعمرو الداخل ديال الفم ديالنا عادي. هنا كنشوفوا كيفاش كيتزاد